إيطال مكافحة الجريمة بأنواعها، توقيف مجرم خطير محل بحث منذ 2018، متورط في عدة قضايا إجرامية خطيرة، ومحل أوامر بالقبض وإحضار وجناية محاولة القتل باستعمال سلاح ناري، حيث بعد التنسيق مع السلطات القضائية تم حجز سلاح ناري يتمثل في بندقية مذخية نوع كوبالت عيار 12 ملم، كان يستعمله في أعماله الإجرامية التي يبث بها الرعب في نفوس المواطنين، مع حجز 16 خرطوشة من نفس العيار وشجيرة من القنب الهندي. سيتم تقديم الشخص الموقوف أمام العدالة بعد استيفاء إجراءات التحقيق.